ابتدي اول حاجه بطاجن السمك الكريمي، طاجن سمك بالكريمه وبطاطس، حلو جدا وسهل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. هستعمل نص كيلو سمك فيليه، اي نوع سمك فيليه انت تحبي تستعمليه. هتبله بملح وفلفل وكمون وكاري، ملح وفلفل وكمون وكاري. هستعمل حبتين بطاطس مكعبات مسلوقين، بطاطسيتين كبار مكعبات هسلقهم. وهستعمل 5 فصوص ثوم، بصلايه مفرومه، حبتين فلفل رومي مفرومين، وهستعمل قرن فلفل حراق وكوبايتين كريمه، كوبايه جبنه مبشوره، وهستعمل معلقه صغيره روزماري وشويه نشا عشان اغلف بيهم السمك. من تاني هستعمل نص كيلو سمك فيليه، اي نوع سمك انت عايزاه. هتبله بملح وفلفل وكمون وكاري. هستعمل حبتين بطاطس مكعبات مسلوقين، هستعمل 5 فصوص ثوم، بصلايه مفرومه، حبتين فلفل رومي مفرومين، قرن فلفل حراق، كوبايتين كريمه، وهستعمل كوبايه جبنه مبشوره، اي نوع عايزه، موتزاريلا، عايزه تشيدر، اي نوع جبنه عندك هتستعمليه. وهستعمل معلقه صغيره روزماري وشويه نشا عشان اغلف بيهم السمك. خلاص نبتدي نشتغل بقى. السمك بتاعي هو انا متبلاه بالكمون والكاري وملح وفلفل، هغلفه بالنشا وبعد كده اقليه بسيط. النشا هيديني طبقه مقرمشه، فلما الكريمه تطريها مش هيبقى طري قوي، هيديني برده طعم حلو. يعني احنا السمك لما بنحمره بالدقيق، بس لما نبقى هنحط له صوص عليه النشا احسن. زي بالظبط لما بنعمل السويت اند ساور الفراخ، السويت اند ساور اللي هي التشاينيز، انا عشان هحط صوص على الفراخ بعد ما احمرها بغلفها بالنشا، فالنشا في الحاله دي هيبقى افضل. طبقه خفيفه من النشا، بعد كده احطه يتحمر بسيط. ما بحطش ليمون هنا في الوصفه دي خالص، الليمون ما بقاش حلو قوي مع الكريمه هنا، فما بتبلش السمك بليمون. ومش لازم يعني تغطيه تماما، لان كده كده القشره دي برده هتنزل في الصوص بتاعه، بحيث تخلي لي الصوص اسمك، يعني تخليه الصوص اتخن شويه. انا عايزه السمك لونه ذهبي بسيط، مش عايزاه متحمر زي ما كاننا هناكله سمك مقلي، لا ذهبي بسيط كده اهو. على ما يتحمر بقى انا هعمل الصوص بتاعي. هاجي احط البصل، احط له شويه زيت، وهحط الفلفل والفلفل، هشوح البصل مع الفلفل الرومي والفلفل الحراق والثوم، وعايزه اقلب السمك. بصوا لونه كده اهو كافي، ريحه الكاري بقى في تحمير السمك فظيعه. دي عايزه شويه، اهو انا هنا اهو بشوح. بصوا البصل والثوم انا مش عايزاهم يتحمروا قوي، هو مجرد يصفروا وريحتهم تطلع كويس، بحيث ايه يدوني طعم حلو في الصوص اللي عندي. هجيب الروزماري معاهم،
واقلب شويه، وبعد كده كل الحاجات لما تغلي هحطها في الطاجن اللي انا هدخله الفرن. هنستعمل اي طاجن، سواء طاجن فخار او فايركس او سيراميك، اي طاجن عندك هتستعمليه اللي يريح. بصوا ريحه البصل ابتدت تطلع، فانا هعمل ايه، هاخد البطاطس بتاعتي اللي انا سلقاها احطها عليهم. بصوا بطاطس مكعبات مسلوقه، احطها عليهم. وبعد كده اهو هجيب السمك هحطه في الطاجن بعد ما اتحمر. وهحط الكريمة على الخضار. بسم الله. ادي اخر واحدة، وبعدين انا زي بقى ما شفتوا عملنا ايه، حمرنا البصل والثوم والفلفل الحراق والفلفل الرومي، شوحت معاهم الروزماري، حطيت عليهم البطاطس المسلوقة والكريمة علشان تغلي معاهم، هحط ملح وهحط فلفل اسود وبعدين اول ما بتبتدي الكريمه والخضار يغلوا تبتدي يا دوبك تبقلل، هحطها على السمك اهو كده اهو، هحطها على السمك وادخله الفرن. مش هياخد كتير في الفرن، انا لسه هحط له الجبنه بس. ادخلهم كده عشان ابين السمك عندي. ممكن بقى تحطي معاه بسله، تحطي بروكلي، اي نوع خضار انت عايزاه تزوديه في الوصفه دي هيبقى حلو. هجيب الجبنه المبشوره واحطها على الوش وادخله الفرن يغلي كويس وتسيح الجبنه كويس واطلعهم.